السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. حضرتك أنا كنت عامل عملية من شهرين، عملية دولة الخصية. وبعد؟ تمام، وكنت متابع مع الدكتور، فرحت للدكتور من 3 أيام كده، فكلمني بيقول لي يفضل إن أنت تعمل استمناء كل أسبوع عشان ما يحصلش يعني اللي هو تراكم للحمامات المنوية للسائل وكده يعني، ويحصل الدوري ترجع تاني ويحصل انفجار في الخصية. طيب شوف لك عروسة أحسن. لا يحصل احتقار. شوف لك عروسة ولو سيب. لسه طالب فمش مقتدر ان انا اتزوج حاليا يعني. شوف لك عروس ولو ثيب واسأل طبيب اخر. لا تقف عند هذا الطبيب، اسأل طبيب اخر.